مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم. أديب وكاتب ومن أهم رواد الصحافة في السعودية، ساهم في تأسيس عدة مؤسسات صحافية وتولى رئاسة تحرير عدد من الصحف والمجلات. تجاوزت مؤلفاته 15 مؤلفاً ونال جائزة الصحفيين العرب في عام 2014 ميلادي. مسيرة وحياة الأديب والكاتب الصحفي عبد الله عمر خياط في حلقة جديدة من برنامج الراحل، نتابع. يمثل الراحل والكاتب الصحفي عبد الله عمر خياط قامة أدبية في تاريخ الصحافة السعودية. عبد الله خياط على الرغم من أنه لم يمكث في رئاسة التحرير سوى 5 سنوات، إلا أنه قدم لنا أولاً نماذج من الأعمال الصحفية ذكرت بعضها، ولعلي أتذكر الآن حديثه الذي كان محل حديث المجتمع كله مع سمو الأمير فهد بن عبد العزيز. أول حديث صحفي يجريه رئيس تحرير الصحيفة معنا النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء اللي هو جلالة الملك فيصل عليه رحمة الله، وكان وزيرا للداخلية. أن تقابل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وتقدم من خلال صحيفتك، هذا كان ملفت، وكان يؤكد أن هناك صحفي جريء وقادر على إقناع المسؤول واستخراج المعلومات التي تهم المتلقي. طبعاً كان هذا ملفتاً إلى عبد الله خياط، إلى صحيفة عكاظ، وكان مثار حديث امتد طويلاً في ذلك الوقت. عبد الله خياط الإداري رجل بسيط وسهل في التعامل ومحب للناس، ويدير الأمور بالنكتة، بالبساطة، بالمحبة، يعني إدارة بالحب كما نسميها. الأستاذ عبد الله رائد صحفي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ورائد مجدد. بدأ الصحافة من باكورة عمره، ثم استمر فيها وفي عكاظ تحديدا في مدير تحرير ثم رئيس تحرير، وأزعم أنه نقل الصحافة عبر عكاظ الصحافة السعودية إلى آفاق واسعة لم تكن تطرقها، سواء في المواد التي تطرحها، المواد الجاذبة، استكتاب كتاب يحملون الخطاب وعي وتنوير، حتى في إخراج الصحيفة هو يبدو تأثر بالصحافة المصرية التي سبقتنا، في المضامين التي يطرحها. وكانت عكاظ متميزة أيضا بلقاءاتها الجاذبة والشائقة مع كبار المسؤولين، فهو أول صحفي رحمه الله يجري لقاء مطولا وعميقا وشاملا مع الملك فهد رحمه الله عندما كان أميرا، أعتقد كان نائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وكانت له أصداء كبيرة، وبوصفه أول حديث مطول وشامل للملك فهد رحمه الله الأمير بالسابق عندما أجرى اللقاء. الحقيقة الحديث عن الراحلين فيه مصداقية وأمانة، بعكس التحدث عن الأحياء يكون فيه شيء من التملق أو شيء من الرغبة في لكن عن الأموات لابد أن تكون الحقيقة. الأستاذ عبد الله عمر خياط رحمه الله تعرفت عليه في مكة عن بعد، لأنه ما كان من جيل، يعني سابقني بجيل أو جيلين. الفترة اللي عاش فيها الأستاذ عبد الله عمر خياط في مكة كانت مفعمة بالثقافة والأدب
يعني الناس بدل ما يتسلفوا فلوس كانوا يتسلفوا كتب. قريت الكتاب الفلاني أرسل لي إياه، فين لا قريت أنا يعني شوف الحياة كيف كانت. ورغم أنه قلة المكتبات في مكة ما عدا مكتبة أسسها المرحوم الشيخ صالح جمال رحمه الله اسمها مكتبة الثقافة، وفعلا على اسمها ثقافة. وكانت مكة مليئة بالصحف المصرية، ما الكوى آخر ساعة والمصور وأشياء كثيرة جدا. كمان الجيل اللي عاش فيه عبد الله خياط في شبابه مع شباب امتهنوا هذا في المدرسة، أسسوا مجلة صاروا يكتبوا فيها كل أسبوع، كل واحد يكتب خاطرة، يكتب قصة، يكتب يعني وهو يدرس يعني. فالثقافة والأدب ساري في دمهم. طبعا عبد الله خياط عرف أنه صحفي في المجتمع، هو الحقيقة أكثر من صحفي. عبد الله خياط إذا عرفنا أنه مؤلف أكثر من 20 كتاب فهو مؤلف وبعدة مجالات، يعني صحفي قليلة على عبد الله خياط. ما يثير الانتباه في عمل عبد الله عمر خياط كرئيس تحرير لعكاظ أنه طرح الصحيفة بشكل جاذب للقراء من خلال الموضوعات والأخبار المثيرة، وأيضا من خلال استكتاب بعض الشباب كمشعل السديري، بدر عبد المحسن، فوزية أبو خالد وغيرهم كثير ممن كانوا يقدمون عكاظ كمنافس لصحيفة المدينة في ذلك الوقت بشكل تتفوق على صحيفة المدينة وغيرها آنذاك. حقيقة من متابعتي لصحيفة عكاظ وبمعرفتي بالأستاذ عبد الله عمر خياط رحمه الله، أستطيع القول أنه كان أشيع رؤساء التحرير في ذلك الوقت، سواء بالطرح والمضمون والمحتوى بالنسبة لصحيفة عكاظ أو من خلال لقاءاته مع قادة والمسؤولين الكبار في الدولة. هناك مساحة أكبر سيجدها من كان يتابع الصحيفة في ذلك الوقت من إبداء الرأي ووجهات النظر بأكثر مما هو ربما موجود في كثير من الصحف السعودية. ولد الراحل عبد الله عمر خياط في مكة المكرمة عام 1936، وتلقى تعليمه الأولي في كتاتيب الحرم المكي قبل أن يلتحق بالدراسة النظامية في مدرسة العزيزية الابتدائية. في عام 1953 تخرج عبد الله خياط من مدرسة تحضير البعثات في مكة المكرمة. ولادة الأخ عبد الله رحمة الله عليه كانت في 1354 حسب تبعية والدي رحمة الله عليه، إن كانت تغيرت أو ما تغيرت، لكن هذه في التبعية اللي عندي صورة منها. بالنسبة للأخ عبد الله رحمة الله وجهاده وكفاحه، طبعا هو يعني درس الابتدائي في العزيزية في الشامية، حالة الشامية في مكة المكرمة، والتحضير البعثات لأنه كان تحضير البعثات ما في ثانوية إعدادية وثانوية، تحضير البعثات هي تجمع من بعد الابتدائي إلى كانوا يحضرون البعثات الخارج المملكة يسموها تحضير بعثات، فما كمل فيها وكان يساعد الوالد كثير ومحب لوالديه طبعا حسب ما يعني نشأنا كلنا محبين لوالدينا مطيعين إن شاء الله. كان الوالد الله يرحمه يعمل مع سيدي عمر عبد الرحمن خياط في الدكان، وكان دائما يعني كان يحكينا أحيانا على أساس إنه التياب اللي خيطوها سيدي عمر كان مع سيدي إسماعيل، يا كما كان هو يقول يحطوها في بوكشة ويشيلها من الباب زيادة لين المدعى لين آخر شارع إبراهيم الخليل، وهو رايح وهو جاي ويودي بوكشة ويجيب بوكشة. ف
فكان يعني أول حياته اشتغل مع سيدي عمر قبل بداية الصحفية، يعني حتى لما كان في المدرسة في الابتدائية، وهذه أول حاجة حالة صحفية بدأ فيها، اشتغل مع أستاذ أسامة السباعي والأستاذ محمد عمر العمودي بصحيفة، صحيفة الجدر اللي في المكتب، كانوا بخط اليد أول ما بدأوا فيها كتبوا عنها، يعني بدأ في الصحافة كده. في فترات الملك سعود رحمة الله عليه كان يسويها الكساوي الملكية، بمعنى أنه يأمر بعدد من الثياب والسراويل والغتر من الأقمشة المتواضعة، يكلف بها محلين في مكة المكرمة، ما هو من قبل الملك رأسا لكن من قبل تجار، ثم تصل إلى دكان أو محلنا عمر خياط وعمي يتقاسمها تقريبا العمل في 10,000 20,000 توب، كان يأمر بها الملك سعود عشان توزع على القرى وأمراء القرى ليوزعوها للبادية. فكان عبد الله رحمة الله عليه يشرف على الورشة التي تفصل هذه الثياب والسراويل ويقوم بتوزيعها للعاملين في منازلهم، ويستلم الجاهز منهم من عندهم ويدفع له حسب ما توجيه الوالد، وكان يسجل هذا الكلام في دفاتر عشان ضبط الأمور المالية طبعا، عشان قديش ادينا فلان وكذا. فكان هو مسؤول في فترات عن الورشة هذه. كانت الكساوي الملكية هذه سنويا تقريبا توزع ما عملها ما بين عمي إسماعيل اللي أكبر من والدي، جزء منها وجزء منها إحنا ككبار خياطين في مكة الله يعمرها. وكان هو عبد الله رحمة الله عليه يسلم العمل للعاملين الخارج في منازلهم ويستلم منهم الجاهز ويدفع لهم حقهم. زي ما قلت درس هو الابتدائي في وثم تحت البعثات، كان محب للأدب واجتمع بكثير من الناس في الشباب اللي في نده. بدأ الراحل مشواره الصحفي بالعمل محررا أول في شرطة العاصمة المقدسة، ثم انتقل لمكتب جريدة البلاد حيث أصبح سكرتيرا هناك قبل أن يتولى إدارة مكتبها في عام 1962 للميلاد. طبعا هو بدأ بدايته موظف بسيط في الأمن العام، كاتب تحقيق وكذا، بعدين انتقل إلى الصحافة ونجح فيها، توفق فيها جدا. ليه توفق فيها؟ كان يقول لي الله يرحمه: يا أخ أحمد، الصحافة اللي ما تحكي عنك أنت ما هي صحافة. يعني لما تحكي عن المجتمع وعن خاطر الناس اللي عايشين في المجتمع ما هي صحافة، الخيال ما ينفع هنا. فكان الله يرحمه يترك أمور ساخنة جدا ذاك الوقت. طبعا مصلحة الوطن ومصلحة، ما عنده انتماؤه صافي 100% الله يرحمه، لكنه كان يكتب ينتقد الشركات زي شركة الكهرباء، زي شركة، يتكلم عن الغلاء أحيانا، يتكلم عن أمور تهم المواطن، فشغفوا الناس به. يعني اللي ما يقرأ مقالة عبد الله خياط كل يوم ما كانوا يقرأ شيء، يعني اللي هي مع الفجر. وهنا في نقطة، يعني اللي ما يحبوه أحيانا واللي يكتب كتابة ما تناسبهم يقول لك هذا مع الفجر، فكان كتاباته تلامس المواطن ويقول الحقيقة ولو أنها كانت صعبة يعني. وبعدين كان اتصاله بالجهات العليا طيبة جدا، وجدوا فيه صحفي لامع، صحفي يكتب، صحفي ملم، مثقف، ثقافة يعني جدا عالية، ما حصل تعليمه بالكامل لكنه ثقف نفسه. أحيانا يخطر على بال الناس إنه لابد يكون عندي دكتوراه، لابد يكون عندي ماجستير، لا، الثقافة شيء يعني مختلف، ثقافة رغبة في الإنسان، وجود في جسمك شيء يبغى
المعلومة الجديدة، الأسلوب الجديد، القصة الغريبة، ما كل واحد يقدر لها. عندما بدأ أبو زهير يمارس العمل الصحفي وجد أمامه مين؟ محمد عمر توفيق. محمد عمر توفيق رجل إدارة وفكر ومجتمع، لا يوجد أحد من أبناء مكة في ذلك التاريخ لم يكن يعرف هذا الرجل كقيمة. كان معاليه رحمه الله الشيخ محمد عمر توفيق يدير مكتب مؤسسة البلاد في مكة، واختار عبد الله خياط لكي يكون سكرتيرا معه في المكتب. ثم عندما اختير وزيرا للمواصلات النقل، وضع عبد الله خياط في مكانه كمدير المكتب، وهكذا كانت الانطلاقة. عبد الله خياط الذي بدأ هذه البداية، ثم بعد ذلك انتقل إلى جدة وعمل في صحيفة البلاد أولا التي احتضنته أثناء وجوده في مكة، ثم ظهر من خلالها ككاتب أسبوعي في البداية، ولفت النظر إلى طروحاته ذات الاهتمام بالشؤون وحياة الناس. يجب أن نفرق بين مهنة الصحافة كمهنة وبين الأدب والكتابة الأدبية. معظم اشتغلوا في الإشراف على الصحف وفي الصحافة كانوا أدباء كبار، عزيز ضياء، أحمد عبد الغفور عطار، كانوا أدباء وعملوا لتأسيس الصحف كصحف أدبية ونقدية. رعية للأستاذ عبد الله عمر خياط جاء من القلائل جدا اللي قعدوا لمهنة الصحافة بشكل كبير، وهو يفتخر كان رحمة الله عليه أنه كان من أساتذته الكبار معالي الأستاذ محمد عمر توفيق رحمه الله. وتوسم الأستاذ محمد عمر توفيق المعية ومهنية كبيرة عند الأستاذ عبد الله عمر خياط، فتبناه في جريدة البلاد في بداياتها، يعني تقريباً أقول في بداياتها، لأنه كمان أيضاً جريدة البلاد تاريخ كبير يصعب تجاهله، والأستاذ عبد الله عمر خياط من الأوائل اللي اشتغلوا يعني مع معالي الأستاذ محمد عمر توفيق، وكانت بداياته في مكة المكرمة بعد أن تخرج من أو بالأصح ترك المهنة الوظيفية اللي كان يتعايش منها واتجه للصحافة، وكانت بداياته في جريدة البلاد السعودية. عبد الله عمر خياط عاش في بيئة جاذبة للمثقفين، للصحفيين، للإعلاميين. عاش في مكة المكرمة، وهي طبعا حاضن أيضا لكثير من المثقفين والشعراء والأدباء في المملكة العربية السعودية. من المؤكد أن عبد الله عمر خياط تأثر بهؤلاء، وبدأ حياته الإعلامية أو الصحفية تحديدا من خلال العمل في صحيفة البلاد في فرعها بمكة المكرمة. كل الزوار الذين يقصدون مكة المكرمة ويأتون للحج أو للعمرة كانت فرصة لعبد الله عمر خياط ليلتقي بهم وتحدث معهم ويستجيب لبعض الأفكار التي يستمع منهم إليها. وأيضا اختلاطه بالأدباء والإعلاميين السعوديين أيضا هذا تأثر
به وجعله ينساق إلى العمل في الصحافة منذ بواكير شبابه. مع قيام المؤسسات الصحفية كان عبد الله عمر خياط أحد الخيارات لصحيفة عكاظ ليكون لاحقاً رئيساً لتحريرها، منتقلاً طبعاً من العمل في البلاد في صحافة الأفراد إلى العمل في عكاظ ضمن منظومة صحافة المؤسسات. في عام 1963 للميلاد استعانت صحيفة عكاظ التي كانت حينها تصدر أولى طبعاتها بخدمات الراحل لإدارة تحرير محتواها الصحفي، قبل أن يتسلم رئاسة التحرير في الصحيفة عام 1965. شكل الراحل علامة فارقة في تاريخ الصحافة السعودية، حيث ساهم في تأسيس وإدارة تحرير العديد من الصحف والمجلات. عبد الله خياط شخصية قد لا تتكرر. عبد الله خياط كما كان يسميه الجميع بأنه عمدة الصحافة. عبد الله خياط رحمه الله وتغشى بالرحمة كان رائدا من رواد الثقافة السعودية، وكان عميد رؤساء التحرير، كان نجمة من نجوم الصحافة سواء كان رئيس تحرير أو كاتب في زاويته المعتادة. عبد الله خياط ساهم مساهمة كبيرة جدا في نشر الأدب والثقافة. عرفت عبد الله خياط من 50 عام رحمه الله، وعرفته بقبعتين. عرفته بقبعة الأديب الصحفي الكاتب المتميز الجريء، صاحب أول مقابلة صحفية عملها مع الملك فهد بن عبد العزيز، كانت بالنسبة له ضربة صحفية كبيرة بالنسبة للصحافة بكاملها. عبد الله خياط مرافق الملك فيصل دائما في رحلاته كأحد الصحفيين المرافقين. عرفته بقبعتين، قبعة الصحافة والثقافة، وكان فيها متميز وكان نجما من نجومها. أما القبعة الثانية عرفته كرجل أعمال. من هنا كانت علاقتي به عندما تحول عبد الله خياط من رئيس تحرير، انتهت مدته كرئيس تحرير جريدة عكاظ، ليتحول رجل أعمال ينشئ مطبعة. كان اختياره موفق، لم يذهب إلى كافيتيريا أو إلى أي عمل تجاري آخر، وإنما دخل في عمل يرتبط مع عمله الأساسي الثقافة ونشر العلم وطباعة الكتب الثقافية، فأنشأ مطبعة سحر اسمها على اسم بنته الكبرى، وأنشأ هذه المطبعة في وقت كان لا يوجد في مدينة جدة إلا مطبعتين، من أكبرها مطبعة الأصفهاني وهي من المطابع المتقدمة جدا. وعمل عبد الله خياط في ذاك الوقت لم يكن رجل أعمال، ولكنه استعان ببعض من علاقاته الجيدة لأن يبني مطبعة حديثة بتقنية حديثة تسهم في طباعة كتب الثقافية والعلمية. شوف عبد الله خياط الله يرحمه ويغفر له بزهر، يعني إذا أنا بدي أقعد أوصف شخصيته وكذا يمكن هو أكبر من هذا الكلام، لكن صحيح أنه عشنا في هذه الفترة التي هو كان فيها يعني أيقونة الصحافة. عبد الله خياط، أنا تخرجت عام 64 84 يعني بالهجري بالميلاد. فيما بعدها عبد الله خياط أصبح بدأ يظهر نوره في الصحافة، وبالعكس يمكن في عام 65 مسك حتى رأس تحرير عكاظ. طبعا قبلها له تاريخه الحافل، احنا ما عشنا هذا التاريخ لحد ما، لكن قرأنا عنه. عبد الله خياط من يومه هو يحميل الى الصحافه والى الادب، يعني انا اقدر اسميه الصحفي الاديب،
يعني هو يسمى زي ما تقول أسطورة الصحافة أو شيء من القبيل كده، له اسم معين في الصحافة جميل بس أنا ما ذكرته الآن، لكن أنا أقدر أسميه الصحفي الأديب، وإذا حبينا نقول الأديب الصحفي كلها جائزة. فكيف يعني أنا تعرفت أو عرفت عبد الله حياط؟ أنا كنت أميل للأدب يعني شوية، يعني قد الحال يعني شايف، كنا نقرأ المجلات والكتب والهذا وإحنا صغار، لأن ما كان في حاجة ثانية يعني عشان تسويها، شايف ما في تلفزيون ومدري إيه وتوك وكتب هذه كلها استاها يعني. اللي حصل طبعاً نتيجة هذا صار في إيش شوية تواصل مع بعض الأدباء والصحفيين وهكذا كذا. كنت أنا في عام 65 أو شيء من القبيل كنت أحرر زاوية يعني بين حين وآخر في المدينة اسمها العيون الساحرة، كان يحررها اللواء عبد القادر كمال الله يذكره بالخير، وسافر وقال لي مساك مسكتها فترة، وبعدين الجريدة وقفت عن مو عن الصدور يعني غيرت الزوايا. ف كنت طبعا عشان اقول لك كيف يعني كنا انا مهتم بالصحيفه، اروح لاصفهاني مطبعه الاصفهاني ونشهد صف الحروف كذا، كان يجيب الحروف كذا الف ويا ويلصقوها كذا مع بعض حتى وبعدين يطبعوا تطلع ايش جريده. من اهتمامنا بالصحيفه ايا كانت يعني كانت المدينة ثم عكاظ ثم طبعا قبلها في الصحيفة اللي أصدرها الله يرحمه صالح جمال وأحمد جمال، لكن عشان في جدة كنا نتابع أكثر هنا، فكنا نجي عشان نشوف نأخذها يطازج على ما يقول الصحيفة، نبسط نشوف الصحيفة حتى ريحة الحبر والأشياء لسه في خياشيمنا على ما يقولون. فكان هو يأتي لمطبعة الأصفاني الله يرحمه أستاذ عبد الله خياط، فصار إيش اللقاءات. طبعاً كنت أتابع أيضاً مقالاته، يعني مقالاته أعتبرها سهل بسيط أو سهل ممتنع خلنا نسميه، دائماً يحفل بالبساطة وبالجرأة، كان يتمتع بالبساطة وانتهى التفكير المتسامح في نفس الوقت الجرأة في الطرح، يعني كان حتى لو مقالات يعني تعتبر قوية جداً بس في 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 في, في حدود المجتمع وحدود الإطار المناسب. أصبح عبد الله خياط من الشخصيات الأبرز في تكوين مؤسسة عكاظ الصحفية، إلى أن أصبح رئيسا لتحرير صحيفة عكاظ. لسوء حظي أنا حتى تلك الفترة كنت أتابعه عن بعد، وكنت في بداياتي الصحفية في جريدة المدينة محرر صغير تدرجت وهكذا، لكن كنت أتابع صحيفة عكاظ من خلال الطروحات التي يقدمها عبد الله خياط ومن معه وفي مقدمتهم عبد الله جفري الله يرحمه، كنت أجد المتعة في الطرح سواء من خلال التحقيقات الصحفية المهتمة بشؤون الوطن والمواطن أو من خلال الطرح الشاعري الذي كانت تقدمه الصفحة السابعة والتي كان يشرف عليها الأستاذ عبد الله جفري طبعا كركن من أركان عكاظ في تلك المرحلة. هي الصحيفة التي قدمت لنا الشاعر محمد العبد الله الفيصل، الشاعر بدر بن عبد المحسن، وأيضا قدمت لنا هذا الكاتب الكبير والموهوب عبد الله جفري نفسه وآخرين من الفطاحل الذين فتحنا عيوننا وقرأناهم ومنهم مشعل السديري. إذن عبد الله خياط كان مدرسة تبنت جيل جديد وقدمته لهذا المجتمع. طبعا أعجبني في عكاظ في تلك المرحلة التنوع والبساطة، وما عرف عن عبد الله خياط نفسه الله يرحمه، الأخبار الاجتماعية والأسرار التي لم تكن مألوفة في الطرح
الصحفي في ذلك الوقت، وهي ما سمي باللغوصة في وقت من الأوقات، لكنها في الواقع لون صحفي جميل ويشد الاهتمام ولا يدرك أهمية الخبر الطريف اللطيف أو الخفايا والمعلومات والأسرار إلا من اشتغل في العمل الصحفي وعرف أهمية هذا النوع من الصحافة عند المتلقي البسيط. ولذلك جمع من حوله الكثير من المفكرين، المثقفين، المسؤولين الإداريين، رؤساء القطاعات، الأجهزة، وبالذات عندما بدأ يتناول قضايا مجتمعية في غاية الأهمية، شؤون الكهرباء، ندرة بعض المواد والسلع في الأسواق، اهتمامات الرئيسية عند المتلقي البسيط طبعا لفت النظر أكثر وأكثر، وجعلنا نحن الشباب الذين كنا في ذلك الوقت نبدأ حياتنا في المجال نتعلم منه كل جديد يقدمه. هكذا نشأنا في حضرة عبد الله عمر خياط، الأديب، الكاتب، الصحفي. فكيف لا تعشق هذا الإنسان منذ وقت مبكر؟ وهذا الذي حصل. كانت جدة يعاني أهاليها من انقطاع الكهرباء في جدة، وكانت مشكلة كبيرة، وعبد الله عمر خياط أراد أن يمارس مهنته الصحفية بيفوعة الشباب وبقدرة الشباب، فحدد أماكن أصحاب شركة الكهرباء في جدة وطالب المسؤولين أن يتجه لبيوتهم ليقطع عنهم الكهرباء ليذوقوا مرارة انقطاع الكهرباء على الناس وعلى الطلبة في تلك الفترة. وهذه حاجة من الإسهامات زي ما تفضلت أنت عن إسهاماته، يعني تذكر فتشكر. عبد الله عمر خياط لم يكن صحفيا عاديا، وكان يلقى دعم كبير من القيادة، والقيادة يعرف تماما إخلاصه وتوجهه ومهنيته الصحفية. أمر آخر، الأستاذ عبد الله أوجد في صحيفة عكاظ صفحة اسمها الصفحة السابعة، كانت صفحة جميلة كل يوم يشرف عليها، يحررها مرة الأستاذ عبد الله الجفري الكاتب المعروف، مرة الأستاذ عبد الله خياط نفسه، فيها شعر ينقلك من الأحداث، السياسة وأخبار الدماء وحراب الحروب إلى عالم كنا يعني نعشق. هذه الصفحة فيها كلمة رقيقة، فيها قصيدة شعر، فيها لقاء خفيف يكتب فيها. يعني أنا من الناس الذين وكنت وقتها في عنيزة، كنت أرسل بعض ما أسميه خواطر لا مقالة، وكانت تنشر يعني لها طابع رومانسي أو طابع تأملي، حتى حفزتنا هذه الصفحة على أن نواصل كتاباتنا، لا يعني نقف أننا نعمل خبر فقط. فأستاذ عبد الله في تقديري تخرج على يديه عدد من الكتاب والصحفيين من خلال حرصي عليهم وإتاحة الفرصة لهم، وكان خطاب الصحفي خطاب يجذبك سواء بالعنوان الذي يضعه للمقال أو الأسلوب الذي يطرحه فيه أو القضية التي يتناولها. وهذا نوع يعني نوع أو نمط من أنماط التجديد التي أدخلها الأستاذ عبد الله عمر خياط رحمه الله إلى الصحافة السعودية، فهو رائد كبير. عبد الله عمر خياط مدرسة بذاته في فترة العمل التي عمل فيها رئيسا لتحرير عكاظ من خلال الأسلوب
الذي أدار به الصحيفة ومن خلال الاستقطاب الذي أمكنه أن يكسب الكثير من القراء لمكاسبه التي حققها من خلال استكتابه لكثير من الشباب والكتاب والمهنيين في مجال الإعلام. كرم الراحل في عدة مناسبات وتحصل على العديد من الجوائز الإعلامية، كان أبرزها نيله على جائزة الصحفيين العرب في عام 2014 في القاهرة. هي بدأت الرحلة يوم سمعت عن أنه نال الجائزة، فطلبت منه أنه أسافر معه، ووافق الله يرحمه في له سامح أنه أسافر معه، ويعني خرجنا وكان مبسوط جدا زي ما قلت لك أنه رشح من هيئة الصحافة السعوديين، أنه رغم أنه متى كان موجود أستاذ تركي السديري، أستاذ خالد المالك، الدكتور هاشم عبدو هاشم، يعني رجال لهم قلم كبير في البلد، ولكن رشح الوالد منهم، وكان مبسوط جدا فيها. وسافرنا القاهرة لعدة أيام، وكان حتى قبل الحفل كان المهندس إبراهيم محلب دوبه ما داخل الصالة الخاصة وشاف الوالد ودخلوا أخذوا معاه وجلسوا مع بعض، يعني كان محبوب جدا للناس في القاهرة لأنه قعد فترة مرة 10 شهور في القاهرة وعرف ناس كثيرة فيها، عرف أدباء وعرف فنانين. استلم الجائزة من المهندس إبراهيم الثاني وراحوا قابلوا السيسي رئيس جمهورية مصر، وكان مبسوط جدا إنه هناك كان مع الدكتور هاشم مرافقه، مثلا كانوا هناك الدكتور هاشم وراحوا كلهم سوا مع مجموعة الأدباء العرب اللي كانوا مستلمين الجائزة في الوبيل الذهبي للاتحاد العربي للصحفيين. تنوعت مؤلفات الراحل التي تجاوز عددها أكثر من 18 كتابا في أكثر من موضوع وغرض أدبي، كان أهمها كتاب الصحافة بين الأمس واليوم وكتاب المنتقى من أشعار العرب. عنده ملكة في القلم، إذا كان في مجمع، في حفلة، في مناسبة، في موقع طرأت له فكرة كتبها في ثواني، كتب المقالة في ثواني. وإذا كتب، إن كان ناقدا فنقده كان جارح قوي، وإن كان مادحا فمدحه رقيق وجميل جدا. ربطته علاقات كبيرة جدا بمجموعة كبيرة من رجال الأعمال، رجل كريم، بيته كان مفتوح للحفلات دائما، بالذات الأكلات الشعبية الحجازية المكية، بيته في الحمرة، وكان دائما يدعوني لمناسبات وحفلات، يجيد لعب البلوت، هادئ، شخصية جميلة جدا الحقيقة. قضيت من العمر معه في معرفته سنوات طويلة جدا، لم أرى في عبد الله خياط ما يسيئني أو يسيء الآخرين، لكن تعلمت منه الصبر عندما كان نجما من نجوم رؤساء التحرير فجأة تحول إلى رجل أعمال. التحول هذا يعني عندما تكون رئيس تحرير الكل يضرب لك سلام والكل يخشى قلمك وسطرك، لكن عندما تحول رجل أعمال الكل يتعامل معك بندية ويحاول قدر الإمكان يعني يشعرك أنك أنت بتستغله أكثر من فائدته. لكن كسبنا صوت قوي لعبد الله خياط عندما انضم لرجال الصناعة من خلال مطبعة سحر. المجتمع الجداوي عارف عبد الله خياط بقلمه، وعارف عبد الله خياط بمواقفه، وكثير من المقالات التي كتبت بقلم عبد الله خياط كان لها أثر إيجابي كبير، كان لها دور كبير جدا في تغيير كثير من الأمور. عبد الله خياط زاهم عليه
وقال لي يا ابو محمد يا فريق، طبعا هو بطريقته وكذا نعم يا الفريق، قلت له ارحب نعم يا عم عبد الله. قال لي انا عندي كتاب بدي اسويه اسمه رجال انا عصرته. قلت له طيب لما عصرتهم شربتهم؟ قال لي اسكت ونشبه في حلقي. الله يرحمه، يعني كان ظريف ما هو بس يعني مجرد شايف. قال لي شوف يا أسعد، جايب أنا أعرف تاريخك من المرور إلين آخر شيء، بس حدثني عن تاريخك السابق عشان بنسوي الكتاب هذا وأصدر. أنا كنت أنا أتمنى الآن على الأخ زهير إنه هذا الكتاب يصدر، بصرف النظر أنا فيه أو ماني فيه لازم يتم، لأنه أكيد إني أتحدث عن مسيرته مع رجال كثيرين، وأنا بقول أنا فيه وماني فيه ما هي قضية، جايب شيء جميل إنه يصدر بعد. نرجع، المهم مرت الأيام وراحت الأيام. يوم من الأيام أنا كنت في إجازة في تركيا، تلفون يضرب تلفون، طالع عبد الله خياط، ألا ألا أبو زهير كيف حالك؟ قال لي اسكت اسكت. أنا أشوف يا أبو محمد أنا دائما مقالاتك أقرأها شايف وتعجبني وانبسط منها وبدي أكلمك، لكن يعني أحيانا ما يحصل، لكن اليوم أنت تخششتني في مقال أنت نزلته. تأي مقال؟ قال مين يقول الغول عينك حمرة. هذا كتاب مقالته كتبته على بعض الدول التي فيها طغاة وكذا كذا، وكيف أنه في بعض زي حق كوريا الشمالية، وكمان كيف أن ترامب هدد وقال له كذا كذا فسكت ورجع. فقال لي الكلام اللي قلته أنا كنت أتمنى أن أكتب بس أنت كتبته أحسن مني. عاد اللي حصل قال لي بس شوف أنا لما ترجع أبسوي عزيمة على شرفك. قلت والله يا أبو زهير أنا مانع العزائم لا لي ولا علي، لكن أنت ما أقدر أقول لك لا، خلاص توكلنا على لما نجي. وجيت صار يكلمني أكثرها اعتذار، كان مو اعتذار على العزيمة، على الوقت بدأ هو كان يشعر ببعض الآلام وكذا كذا كذا. حتى مرة كلمته وكلمني في هذا، فأترف في المستشفى قال لي أبو محمد معلش سامحني أنا تأخرت في الدعوة. قلت له يا أبو زهير يا سيدي المهم أنا عارف إنه إيش مريض وكذا. قال لي بس ترى مو منك السبب، العيب فينا. طبعا هو يرمي لك مقال انا كتبته العيب فينا فيكم وليس في حبايبكم على قول ام كلثوم. المهم فلما قال كذا ضحكت انا ضحكه كذا شويه زي قلت سامحني انا اضحك وانت تعاني. قال لي شوف يا ابو محمد طبعا الكلام انا بطلبك طلب. قلت تفضل تؤمر. قال ما تبطل الابتسامه هذه ولا تبطل تكتب كلام يخلي الناس يبتسموا، هذا طلبي إليك. فقلت له خلاص إن شاء الله. بس بعدها حدث الله يرحمه وتوفى. طبعا هذا مجمل شبه العلاقة اللي كانت يعني مو طويلة جدا، لكن هذا مجمل اللي كان بيني وبينه من علاقة. لكن بالنسبة له هو طبعا ما في شك إنه كلنا كنا نقدر ما يقدمه هذا الشخص الكريم من عطاء من تسامح من على قد يعني. في أيامها رئيس تحرير عكاظ ترى ما هو بسيط يعني، كأنه إيش برتبة معالي بالنسبة للناس يعني، لكن كان برتبة جندي مع الناس برتبة. فإضافة ذلك كان راعي نكتة، راعي طيب، راعي مواقف الحقيقة، ورجل يعني لو تنخاف شيء يقوم معاك لو يروح عشان ينجز هذا الأمر. فأسأل الله أن يرحمه ويغفر له إن شاء الله ويتغشى بالرحمة.
هو عامل الجميع بمحبة وفاء وصدق، ومن بداية عمري من بداية أعرفه يعني هو كان محب للناس طبعا زي ما قالوا لك الأخوان كلهم، هو محب للناس والناس يحبوه، بس مو رجل يعني لأسباب كثير ما أقدر أقولها كلها طبعا، لكن هم أدرى بيها، كل واحد أدرى له شخصيته، ويمكن بصفته ما كان يجلس قدام واحد ما كان مهما كان يكون رجل ذو شخصية اجتماعية ولا رجل عادي من الشارع يعني مواطن موظف صغير موظف عادي، هو يعاملهم كل جميع بالمثل. الوالد كان دائما جنبه ورقة وقلم، سواء على السرير سواء في الصالة سواء في أي مكان، في جيبه في دائما الورقة حقته والقلم، عشان أي فكرة تجي كانت في باله على طول فتلاقيه على طول يرفع يشيل الورقة من جيبه ويكتبها فوق في الصالون في الصالة عنده في البيت، نفس الطريقة كده في أي مكان هو يكون موجود لازم تكون جنبه ورقة وقلم. كاسة الشاهي حقته لازم تكون موجودة جنبه لما يكون بيكتب. طقوسه عادية لكن خاصة به، عارف يعني ما هي حاجة زايدة عن أي بني آدم تاني. قاعد على الترابيزة حقته حتى فوق لما يكون في الصالة في عنده ترابيزة صغيرة بيحطها قدامه لما يكون ما يبغى ينزل على المكتب. بيقعد أوراقه محطوطة قدامه، في إذا كان جات رسائل إذا كان جات إيميلات بيحطها برضه قدامه، وكاسة الشاهي والقلم والورقة والحمد لله. وكانت الأفكار بالنسبة للفنانين هذا في فترة يعني بعد ما كان في عكاظ يعني يمكن شبه أسبوعي، بعض الفنانين من طلال مداح رحمة الله عليه لفوزي محسون لمحمد عبده لعباد الجوهرة أتذكر كده جلسة أسبوعية إلى حد ما يعني، وبعض يحضرها بعض من الصحفيين وغيرهم من يعني المحبين الأدب يتناقشوا في الأدب يتناقشوا في هذا، وثم تخللها شوية طرب من قبل الفنانين عمر كدرسة وغيره نعم كانوا يحضروا في شقة صغيرة كانت في الشرفية في شقة صغيرة ويعني متواضعة لكنها تجمع عدد كبير ما كنت أتخيل أنا كيف تصير هذه، كيف كانوا يجتمعوا كيف كان في ذاك الجامع والطرب والكمانة والقانون فكان يعني لا شكله شبه أسبوعي تقريبا إن لم تكن مرتين في الأسبوع أحيانا. كان عاشق للكلمة وحب للحرف، ظل 50 سنة يكتب زاوية يومية لم يتوقف عن كتابته مع الفجر عندما كان رئيس مدير تحرير بالعكاظ ورئيس تحرير، وعندما ترك رئيس التحرير ظل يكتب هذه الزاوية يعني حتى أنه وهو في المستشفى يكتب الزاوية على سرير العافية لا أقول سرير المرض ثم يرسلها لعكاظ، يعني عشق يعني عجيب للحرف والكلمة. طبعا عضده في القدرة على الكتابة ثقافته الواسعة قراءته المتعددة امتزاجه بالمجتمع عرف ما يريد الناس، وكان أغلب طروحاته إما في الشأن الاجتماعي أو الشأن الثقافي الأدبي. ثم أن الأستاذ عبد الله في كتاباته يمزج المقالة إما ببيت شعر جميل أو في حكمة مضيئة أو في موقف يشد الناس إليه، فتجد زاويته من أنجح الزوايا في الصحافة السعودية. يعني حتى آخر يوم في حياته نشرت زاويته لأنه كان رحم الله يكتب عدة حلقات هي لا ترتبط بحدث معين ويرسلها للعكاظ وتنشر. فقدنا يعني حقيقة مثل هذا الكاتب التنويري، الكاتب المثقف، الكاتب المعتدل مثل أستاذ عبد الله الخياط رحمة الله عليه. يعني كانت الصحافة هي عشقه والكتابة هي هواه وهوايته. عبد الله عمر خياط
قبل أن يتوفاه الله طبعا ترك بفترة طويلة صحيفة عكاظ وانصرف، أنشأ مطبعة أولا لأنها تستجيب لتوجهاته الثقافية والفكرية والإعلامية، وبدأ ينشر كثير من الكتب في مختلف ميادين المعرفة مستفيدا من التجربة الصحفية الطويلة التي مر بها، فانشغل في هذا الاتجاه، لكنه لم يتوقف عن كتابة زاويته اليومية في صحيفة عكاظ. وبالمناسبة كان لي شرف أن استكتبت عبد الله عمر خياط حين ترك صحيفة عكاظ وبدأ يكتب زاويته مع الفجر بشكل يومي في صحيفة الجزيرة لسنوات، وكان أيضا ضمن توجهاته محرضا للمنافسة بين صحيفة الجزيرة وصحيفة الرياض. وأذكر في هذه المناسبة أنه كتب موضوعا في صحيفة الجزيرة استفزازي لصحيفة عكاظ ضمن توجهه في إيجاد دائما مساحة للمنافسة من أن الجزيرة توزع أكثر من صحيفة الرياض دون وجود حقيقة يعني ما يبرر لهذا الطرح، إلا أنه يريد أن يشعل المنافسة وصولا إلى أن تكون الرياض والجزيرة في المستوى الذي يتطلع إليه القراء. في مساء يوم الأربعاء 24 من شهر أكتوبر من عام 2018 توفي عبد الله بن عمر خياط بعد أن مر بوعكة صحية مفاجئة، ودفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة. الوالد الله يرحمه في آخر 6 شهور تقريبا تعب شوية، يعني جاته أزمات صحية من الرئة، وكان عنده تنفس ضيق شوية، يعني حتى كنا نستخدم الأكسجين هنا في البيت، كان تقريبا يعني كل شهر الله يرحمه يروح المستشفى إلى قبل أسبوعين من وفاته. لكن كان دائما يسأل عننا جميعا، يعني حتى هو في المستشفى يتصل، فينك ما جيت، وين أولادك، فين أخوانك. لكن آخر أسبوع جاء البيت هنا بعد خروجه من المستشفى، وكل يوم كنا نكون عنده، يعني ما في يوم ما كنا لازم، كل يوميا لازم نكون عنده. وآخر يوم الله يرحمه صلينا المغرب طلعنا عنده وجالسين نتكلم، شوية يصحى شوية ينام، وطلب حاجة يأكل وشاهي، فطلعت له الوالدة الله يحفظها ويعطيها الصحة والعافية ويطول لنا بعمرها، طلبه ما أكل إلا لقمتين وقال خلاص، فأدنا العشاء، فجيت أنا نزلت ونزل أختي كانت ما عدا طارق اللي كان قاعد عنده فوق، ونزلت أنا دوبي داخل البيت، اللي بنتي تتكلمت قال لي أطلع ألحق جده، إيش بقى قاعد يتعب، بس طلعت حسبته خلاص انتقل رحمة الله. برحيل عبد الله عمر خياط خسرت الصحافة السعودية أحد قادتها ورموزها المؤسسين، بعد مسيرة حافلة بالإنجاز دامت لستة عقود. نقل الراحل الصحافة السعودية لطموحات أبعد ومستويات أكثر احترافية وعصرية. رحيل الأستاذ عبد الله عمر خياط عن الساحة الأدبية ومشهدنا الثقافي هو خسارة كبيرة، هو رائد من رواد الجيل، سواء فيما يكتبه، سواء في رئاسته للتحرير الصحيفة، سواء في التجديد الذي بثه في عكاظ، وبالتالي في الصحافة السعودية رحمه الله. فأنا أشعر فعلا خسرنا رائدا صحفيا كبيرا، لكن عزاؤنا أنه أبقى أثر كبير
في تجديد الصحفي في الكتب التي نتداولها، أعتقد زاويته مع الفجر لعلها من أطول، لم تكن أطول فترة بقيتها زاوية في الصحافة العربية في زعمي أو في تقديرنا، هي زاوية الأستاذ عبد الله عمر خياط مع الفجر. كانت تطل كل فجر، هي مع الفجر وتطل كل فجر، وكنت من اللي يحرصون على قراءتها، لأني أشعر عندما يكتب أنه يكتب ليس بأنامل يده، ولكن يكتب بما يحسه في وجدانه وفي داخله، ويحمل هم الناس وحب الوطن، ويطرح رؤى وأفكار يعني الحمد لله تحققت بعضها في وهو بيننا، وبعضها تحققت بعد رحيله. فهو رائد صحفي ورائد تنويري بكل ما تعنيه هذه الكلمة، رحمه الله رحمة واسعة.